صراحة شعوري يعني جدا لا يوصف، لأنه نحن يعني أغلب الخريجات اللبنانيات هذه هي المرة الأولى التي يزورون بها العراق وكربلاء تحديدا. يعني غير أن فرحة تخرج هي أيضا يعني فرحة زيارة مراقد الأئمة عليهم السلام، وزيادة على هيك هي فرحة تخرج، ومش حتى أي تخرج تاني، لا هو تخرج يعني إذا بدنا نقول بأقدس بقعة على وجه الكرة الأرضية، في حضرة التفاني والإيثار، حضرة أبي الفضل العباس عليه السلام وأخيه الإمام الحسين عليه السلام. الدافع الأول هو طبعا الشوق واللهفة لزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام والتوسل بهم في نهاية مرحلتنا الجامعية، وهي من نهاية بس لأنه هي بداية مرحلة جديدة. يعني نحن هلأ ببداية يعني حياتنا العملية اللي بدنا نفوت فيها على سوق العمل، فنحن بنعتبر حالنا من هاللحظة يعني عم نتبارك بأهل البيت عليهم السلام لحتى نبدأ هيدي المرحلة قربة إلى الله تعالى. وأكيد يعني نحن كل العلم اللي بنطلبه بيكون نصرة لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا كمنسقة يعني أحاول أن أنقل إليكم ردود أفعال بناتنا في الوفد الإيراني الذي ضم تقريبا 50 طالبة متخرجة خلال السنتين الماضيتين من طالبات الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس. أنا رأيت اليوم دموع البكاء والفخر طبعا كان، والاعتزاز بالنفس وبالمرأة المسلمة، ولمست هذا الشيء أنه حقيقة العتبة العباسية بسطت السجاد الأحمر الذي عادة يفرش للساسة منا وللكبار من الشخصيات، فرش هذا البساط الأحمر لبناتنا ولنسائنا المتخرجات. ورأينا نحن جميعا بأم عيننا جميع الذين كانوا يخدمون العتبة العباسية والعتبة الحسينية معا كانوا في خدمة هذا الحفل، ورأيت الناس كيف ينظرون إلى المرأة المسلمة سواء كانت من إيران أو من البحرين أو من السعودية أو من الكويت ومن لبنان، كانوا ينظرون إليها نظرة فخر واعتزاز. كل ذلك سيعكس على مجتمعنا الذي هو اليوم بحاجة إلى بناء امرأة عالمة مثقفة واعية تجمع بين العلم والطهر والأدب. للأمانة التجربة رائعة، كنا نتابعها خلال التغطية الإعلامية في السنوات السابقة، وجدا سعيدات لتلبية الدعوة ولتواجدنا في هذا الجو المبارك منذ الأمس وحتى اليوم، ونحن نعيش أجواء عطرة توجت بوجودنا اليوم مع الطالبات في الحضرة العباسية. هذه الفعاليات من شأنها ربط الجيل بالذات النشء من الجيل على الارتباط بالقيم والمبادئ والأخلاق التي للأسف الشديد يتم سلخهم منها من خلال الغزو الثقافي والأفكار السلبية التي تساعد على أنهم ينسلخون من هذه كل الارتباط بما هو إسلامي وصحيح. إن إحنا نحضر بهذه الصفة وبمعية اللجنة المنظمة بهذا الاحتفال الرائع له هيبة عظيمة. أنا اليوم هنا بهذا المكان المقدس أشعر بالفرح والسرور، وأشعر إنه ختم تعبي ومسيرتي بهذا المكان المقدس، وهنيئاً لكل من نال هذا الفخر بالتخرج في هذا المكان. كأنما أخذت إنه إجازة من الدنيا وإجيت في هذه اليومين ننعم في جنة كفيل الفواطم، يعني ما ممكن إنه واحد يوصف شعوره من عظيم الشرف إنه يلقب المؤمن بخادم الكفيل. كيف أنا ممكن أن أصف شعوري أو أصف يعني شعوري بكلمات وأنا ملقبة ببنت الكافل؟ حفل الكريم وهذا اليوم الكريم وهذا النجاح اللي أنا وصلت إليه طبعاً أفضل أهلي، فأهدي لأهلي بالمرتبة الأولى وأهدي نفسي. نهدي ثمرة جهدنا طوال هذه المسيرة الدراسية العلمية من هذه الأرض المقدسة من جانب حضرة أبي الفضل العباس عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار صاحب العصر والزمان والفدائيين من أجله، كما كان أبي الفضل العباس ناصراً وفدائياً لإمام الزمانة أبا عبد الله الحسين عليه السلام. شعور ما ينوصف وإحساس كلش حلو إنه إحنا بجوار الإمام العباس عليه السلام نأدي القسم إن شاء الله، وإحنا فخورين بهذا الشيء اللي تقدمه إن المرجعية، وإن شاء الله سنة عن سنة يزيد
يعني نحن اتجهنا من 6 دول مختلفة لحتى نكون بين أهلنا بالعراق ولحتى نشارك زميلاتنا الطالبات الخريجات العراقيات هيدي الفرحة، وهيدي الفرحة ما هي إلا تميز وتألق بنات الكفيل، وهيدا التميز ما كان إلا حصاد سنوات. أنا فعلا ممتنة للعتبة العباسية المقدسة على تنظيم هذا الحفل، هذا الحدث العظيم كمان، وعلى تخريج هذه الدفعة الهائلة من الطالبات الخريجات يعني من العراق ومن خارج العراق. أوجه كل الشكر والتقدير لمن أشرف وقام ونسق حقيقة نظم لهذا الحفل البهيج الرهيب الذي يجمع بين مشاعر العزة ومشاعر الفخر لكل بنت عراقية ومسلمة. أقدم الشكر إلى العتبة العباسية المقدسة ومتوليها الشرعي وجميع خدام أبي الفضل العباس. أوجه شكري وامتناني العتبة العباسية لأن حققت شيء يعني صعب أنه أشوفه يوم من الأيام أوقف بحضرة الإمام